السلام عليكم، مرحبا على قناة بي ام كويزين. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه لتزيين بيض مسلوق للاطفال. كيجي مزيون بهذه الطريقه وتقدموه. كما كتعرفوا بيض مسلوق فيه فيتامينات وبروتينات ومزيان للصحه ديال الاطفال. تقدموه لهم في الفطور كيجي مزيون ورائع. لا تشكلوا له في المذاق. كنتمنى يعجبكم هذه الوصفه وهذه الطريقه. ودوك سؤال مره غادي تشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا زر الاشعارات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. ولايك اذا عجبكم الفيديو. وندوزوا طريقه التحضير. ودابا نبداو بطريقه التحضير. هنا عندنا بيض مسلوق اللي سلقناه مزيان ومقشر، وكنقطعوا له واحد شويه من التحت باش كتوقف البيضه ديالنا، وكنحيدوا له الغطاء الفوقاني، وكنخويوه من الصفار بهذه الطريقه وغير بشويه باش ما كيتخسرناش الشكل ديال البيضه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. هكذا كنستعمل في التقطيع، كنقطع واحد شويه من التحت حتى كتلقى البيضه ديالنا بهذا الشكل، وكنقطعوا الغطاء من الفوق وكنخويوه من الصفار. وهاد اسفل البيض غادي نضيف له جوج ديال المثلثات ديال الجبن، وكاضافه اذا بغيتو تزيدو معاه زيت الزيتون او زيت العود وشويه ديال الملح، وما تكثروش الملح لان الجبن كيكون مالح. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم حتى كينسجموا وكنحصلوا على هذا القوام. هذا ودابا غادي نبدا نعمر البيض ديالي بهذا الخليط وغير شويه باش كنحافظوا على الجماليه ديالهم والشكل ديالهم. وهكذا كنستمر حتى كنكمل البيض ديالي كامل. ودابا غادي نحطهم في طبق التقديم. دابا غادي نحط هذا الغطاء فوق البيض بهذه الطريقه. وهنايا واحد المثلثات ديال الجزر غادي نحطهم على شكل ديال الانف. وهنا عندي عويدات ديال القرنفل غادي نحطهم على شكل ديال الاعيون. وهنايا غادي نقطع الجزر دوائر صغيره وغادي نقسمها على النص، وغادي نبقى نقطع مثلثات صغيره. على حسب عدد البيض اللي عندي حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وكنحطهم حدا البيض على شكل ديال الرجل. هانتوما على هاد الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفوا كيجيو رائعين ومزيونين وغادي يعجبوا الاطفال ديالكم، انا متاكده. وحتى لهنا الفيديو ديال اليوم تالا، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بهذه الطريقه وتحضروها لوليداتكم. واذا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاحمر اللي في اسفل الفيديو، وما تنساوش تفعلوا جرس الاشعارات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وتبارطاجوا الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء ديالكم باش تستقبل القناه ديالنا. وبسلام عليكم، تلقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.